اخترت هالتخصص لأن الدولة والعالم متجهين نحو الطاقة المستدامة والطاقة النظيفة. اخترت هالتخصص بشكل خاص لأنه يعطي الأريحية في تعدد المجالات العمل تحت تخصص الهندسة المدنية. في وايد فرص عمل تبي الطاقة النظيفة، تبي الطاقة المستدامة، تختار المتخرجين من هالتخصص. رغبتي هي المساهمة في الارتقاء في مستوى الخدمات البنية التحتية في الإمارة وتحسينها والمشاركة في تطويرها. إذا في ضغط أشوف أحاول أفرز المعاملات أوزعها على الموظفين التابعين للشعبة. صراحة الشعور جدا جميل إذا كان اليوم مثمر بالعمل وفي إنجازات وفي مهام عمل قد أنجزت، يكون شعور جميل. وهذا اللي دائما نركز عليه، أنه يكون في النهاية في إنجاز. الخطط التطويرية والتعامل بدقة، هكذا هي وظيفة عبد الله. فالاعتماد الكلي يبنى على قياس معدل نسبة الكفاءة للمشاريع. المهندس عبد الله جمعة الطنيجي، مهندس تصميم وإشراف في دائرة الأشغال العامة. التحقت بالدائرة عام 2018 في إدارة الخدمات العامة والمعنية بتنفيذ مشاريع البنية التحتية في إمارة الشارقة، مثل مشاريع صرف مياه الأمطار، الصرف الصحي وشبكات الري في المدينة. اخترت العمل في مجال البنية التحتية لرغبتي المساهمة في الارتقاء بمستوى الخدمات البنية التحتية في الإمارة وتحسينها والمشاركة في تطويرها. تخصصي كان الهندسة المدنية في جامعة الإمارات، تخرجت عام 2009. اخترت التخصص بشكل خاص لأنه يعطي الأريحية في تعدد المجالات العمل تحت تخصص الهندسة المدنية. عندك هندسة الطرق، هندسة البيئية، هندسة المياه، هندسة الإنشاء، فأعطاني خيارات متنوعة أني أشوف وين ميولي أكثر، وهذا بالفعل اللي تحدد في نهاية المطاف. اخترت المجال اللي أنا حسيت نفسي فيه أني أقدر أتميز فيه، وسوق العمل فيه نقص فيه. العمل في الميدان يحتاج أخذ احتياطات لا تقتصر فقط على الاحتياطات المتعلقة بالملابس الوقاية الشخصية كالخوذة وحذاء السلامة، بل ما هو أبعد من ذلك، حيث يتطلب أخذ الاحتياطات بناء على نوعية النشاط في الموقع. يتطلب على المهندس المشرف الإلمام بجميع مهام المخاطر المحتملة كمناطق حركة دوران معدات الحفر الثقيلة، حركة نقل المواد عبر الرافعات. من مهامي الوظيفية هي متابعة المشاريع بدءا من مرحلة التصميم وانتهاءا بإنجاز وتنفيذ المشروع. فلو جينا قسمنا مراحل عمل المشروع، مرحلة المشروع تبدأ في مرحلتين، مرحلة التصميم ومرحلة التنفيذ. تبدأ المرحلة الأولى في مرحلة التصميم بجمع المعلومات، بعمل المسح الميداني
بتحديد أهداف المشروع ومكونات المشروع، تنتقل بعدها إلى مرحلة التصميم الأولي والتأكيد على ومراجعة المخططات للتأكد من استيفاء جميع المتطلبات، تنتقل بعدها إلى مرحلة التصميم التفصيلي واللي يتم فيها تحديد جميع التفاصيل المتعلقة بالمشروع، بالإضافة إلى تجميع وثائق يتم من خلالها جمع مستندات العقد كالمخططات ووثائق العقد وجداول الكميات لطرحها في المناقصة. بعد ما تنتهي مرحلة التصميم تبدأ مرحلة التنفيذ والإشراف على المشروع في الموقع. الشعور بعد نهاية العمل بشكل عام هو بصراحة الشعور جدا جميل، إذا كان اليوم مثمر بالعمل وفي إنجازات وفي مهام عمل قد أنجزت يكون شعور جميل، وهذا اللي دائما نركز عليه أنه يكون في النهاية في إنجاز في 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 يوم العمل. ساعات العمل اليومية تقريبا مرات تزيد عن 8 ساعات بناء على طبيعة المشروع وأهمية إنجازه وتسليمه في الوقت المحدد. أول ما أوصل الدوام أبدأ بتحديد الأولويات للمهام اللي عندي، أهمية الزيارات الميدانية اللي راح أقوم فيها في اليوم، الاجتماعات التنسيقية سواء متابعة سير عمل العمل المشاريع أو الاجتماعات التنسيقية مع الدول الخدمية المعنية الأخرى. كل مشروع يرتكز على 3 عناصر رئيسية نتابعها خلال تنفيذ المشروع: التكلفة، الوقت، والجودة. متابعة الثلاث عناصر جدا مهمة لإنجاح المشروع. فطريقة متابعتنا لهذه العناصر هي عن طريق المتابعة الدورية للمشاريع، بحضور الاجتماعات الدورية، بالتأكد من سير العمل وفق المواصفات ووفق المعايير المتبعة في هذا المجال. من الأدوات اللي نستخدمها في متابعة المشاريع عندنا متابعة مؤشر أداء المشاريع بشكل أسبوعي، يتم من خلاله عرض جميع مراحل العمل في جميع أجزاء المشروع. يوضح من خلال مؤشر الأداء نسبة الإنجاز في المشروع، وإذا كان في أي تأخير نقدر كيف نحن نتغلب عليه ووضع الحلول المناسبة. التحديات اللي تواجهنا في تنفيذ هالمشروع بالذات هو العمل في منطقة سكنية مهولة بالسكان، واللي تتطلب منا مراعاة مداخل المنازل، الأمان بشكل عام والسلامة، واللي تشكل هالنوعية من الحفريات من خطورة على الأطفال ومرتادين الطريق. التحديات اللي تواجهنا في المشروع هو ارتفاع منسوب المياه الجوفية، فطريقة التعامل مع هذه المياه تسبب في تعطيل المشروع، خاصة إذا ما كانت المياه غير كمياتها غير عن الاعتيادية.
قياس مؤشر الأداء ممكن أن نتابع نسب الإنجاز في المشروع، معدل التأخير، أسباب التأخير والحلول اللي المفروض المقاول يتبعها ليقلل المدة الزمنية لحل التحديات. إضافة أن من خلال مؤشر قياس الأداء المشروع نقدر نلاحظ إذا في أي عدم التزام من المقاول في فيما يتعلق بالجودة، ونفس مؤشر قياس الأداء نتابع فيه تكاليف المشروع من بدايته إلى نهاية المشروع. تنفيذ المشروع بجودة يكون عن طريق المتابعة من التزام المقاول بالاشتراطات وبالمواصفات، ويكون من خلال الزيارة الميدانية سواء مع فريق العمل مكون من الاستشاري والمقاول أو زيارات مفاجئة للمشروع. أنصح الشباب المقبلين على العمل باختيار التخصصات المطلوبة في سوق العمل، فحاليا يوجد طلب كثير على التخصصات الفنية اللي تفتقد للعنصر المواطن وخاصة المجال الفني. مجال العمل في العمل الميداني وبالتحديد المجال الهندسي جدا ممتع وفيه تحديات كثيرة، يحاول دائما المهندس العامل في الجانب الفني تغلب على هذه التحديات وإيجاد الحلول، فجدا يعني العمل في هذا المجال جدا ممتع. المحافظة على البيئة هي إحدى أهم الأهداف التي يطمح لها من يزاول هذه المهنة لتحقيق التوازن والاستدامة للموارد الطبيعية. دعونا نتعرف سوياً على وظيفة آمنة. وياكم أخذكم المهندسة آمنة الحمودي، رئيس شعبة التصاريح البيئية وتقييم المخاطر بإدارة الخدمات البيئية بقطاع الزراعة والبيئة في بلدية مدينة الشارقة. العمل اليومية للإشراف على جميع الخدمات المقدمة من إدارة الخدمات البيئية لسعادة المتعاملين، وكذلك أيضاً اعتماد جميع التصاريح الصادرة من الإدارة بناءً على شهادتي العلمية في هندسة الطاقة المتجددة والمستدامة. حبيت أسخر قدراتي وطاقتي في إمارتنا الباسمة بمجال حماية البيئة وتحقيق أهداف البيئة المستدامة للحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة. تخصصي هندسة الطاقة المتجددة في كلية الهندسة، متخرجة من جامعة الشارقة سنة 2017. اخترت هالتخصص لأن الدولة والعالم متجهين نحو الطاقة المستدامة والطاقة النظيفة، وكذلك فرص العمل. الحين في وايد فرص عمل تبى الطاقة النظيفة، تبى الطاقة المستدامة، تختار المتخرجين من هالتخصص. بعد الحين في بلدية مدينة الشارقة كذلك في قسم اللي هو قسم المشاريع يدعم اللي هي الطاقة المتجددة. تم التحاقي ببلدية مدينة الشارقة سنة 2018 وكملت سنتين في البلدية الحين بإدارة الخدمات البيئية
في قسم حماية البيئة بقطاع الزراعة والبيئة. من خلال تحديد المخاطر المحتملة بالموقع عليه يتم تحديد أدوات السلامة اللازمة مثل لبس الكمامات والقفازات وسترة الوقاية وسدادات الأذن. قبل ما أطلع الميدان أحدد المنشأة اللي أنا بطلع لها، أشوف هل منتج هل منشأة هل ملتزمة بالاشتراطات البيئية، هل عندها تصاريح سابقة مثل تصاريح التخلص من النفايات، تصاريح البيئية، وأحدد أنا شو أبى من هالمنشأة، هل أبى أعدل وضعها البيئي، هل أباها تطلع تصاريح بيئية، وعلى هالأساس أنا أحدد ليش أنا طالعة وشو أبى من هالمنشأة بالضبط. يقوم المتعامل بتقديم الطلب على الأنظمة الإلكترونية في نظام بلدية مدينة الشارقة على نظام التصاريح البيئية التابع لإدارة الخدمات البيئية قسم حماية البيئة. على هالأساس أنا أطلع أشوف المتعامل شو طالب، هل طالب تصريح بيئي أو طالب تصريح تخلص من النفايات. إذا كان طالب تصريح بيئي إذا يبي يجدد أو يبي جديد، فهالحالة أنا أطلع أشوف المنشأة شو طالبة مني. أحياناً تواجهنا ضغوطات في العمل، بس الحمد لله نقدر نتغلب عليها من خلال إدارة الوقت وتحديد الأولويات وتوزيع المهام. يقوم المتعامل بتقديم الطلب من خلال موقع بلدية مدينة الشارقة. يوصلني الطلب بشعبة التصاريح البيئية، أنا أقوم بتحديد المفتش المناسب للصناعية المناسبة، من ثم يخرج اللي هو المفتش وعلى المنشأة سواء كانت المنشأة بصناعية أو بمكان آخر. يقوم المفتش بتحديد المنشأة سواء كانت طالبة تصاريح تخلص من النفايات، طالبة تصاريح بيئية. المفتش يحدد ومرة ثانية يرسل لي الطلب ويا تقرير المفتش. عندنا ثلاث أنواع من المنشآت، منشآت اللي هي مهنية صناعية ومنشآت تجارية. نصيحتي للشباب انهم يبحثون عن العمل بجميع انواعه سواء كان ميداني او مكتبي، بالنهاية هو بيخدم وطننا وبيخدم امارتنا الباسمة. بالعكس الشغل الميداني ينمي قدرة الشاب، يعطيه ثقة بالنفس ويخليه يتخذ القرار بنفس اللحظة. الحمد لله إدارتنا العليا تدعمنا بشتى المجالات، اللي هو سعادة ثابت الطريفي مدير عام بلدية مدينة الشارقة يعطي الدعم للشاب بحيث إنه يخلي الشاب يطلع يعطيه ثقة بالنفس من خلال الدورات، الابتكارات، البرامج اللي تسويها البلدية والإدارات. في دعم من البيت، في دعم من الأهل، في دعم من الأصدقاء، في دعم من كل مكان. أكيد في من زملاء العمل، في دعم من حيث العمل بروح الفريق، من خلال تحديد المهام كل واحد يقدر يسوي مهام الآخر، التعاون ما بيننا.
أول ما أوصل الدوام بس أشوف أخذ لفة على الكاونترات، أشوف الأخوة الموظفين كل واحد في مكانه، كل واحد ملتزم، أفتح الأنظمة الإلكترونية، أوزع المهام كل واحد كم معاملة يسوي باليوم، إذا في ضغط أشوف أحاول أفرز المعاملات أوزعها على الموظفين التابعين للشعبة. في إطار حرصنا على اختصار الوقت والجهد على المتعاملين، نقدم خدماتنا بصورة إلكترونية ضمن توجهات البلدية في مجال التحول الرقمي وضمن مبادراتها بإنجاز الأعمال بلا ورق. نحن دوامنا يبدأ من الساعة 7 الصبح لين الساعة 2 الظهر من الأحد للخميس، لكن هناك بعض الملاحظات وفرص التحسين تينا من الجمهور بعد فترة الدوام نقوم متابعتها خارج وقت العمل ونحلها. بعد انتهاء اليوم الحمد لله أكون سعيدة بالإنجازات اليومية اللي تخدم فئات المجتمع سواء مواطنين أو مقيمين بما يعود على الإمارة الباسمة بالنمو الاقتصادي.